شوي الصوت بس. والآن يتقدم بطل هذه الدورة، بطل فريق كلية العلوم الإنسانية والدراسات الإنسانية بوادي الدواسر. ويتقدم آسفا كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج. أهلا وسهلا بهم، أهلا وسهلا، استهلون استهلون. والآن يتقدم إداري إبراهيم زيد البحري ومبارك شينان العمران وحمد القدان وفهد عبيد البشر. ابشر ابشر. ويتقدم كل من اللعيبه محمد العمار وعبد الله سليمان وفهد الدوسري وعبد الله الدوسري وحبيب البشر ومحمد رشود وسلطان العتيق وفرج المصارير ومحمد العبود وفهد الحقان وفهد آل أبو راس وعبد الرحمن العسيم وثامر القحطاني وهادي القحطاني وراجح الدوسري وعايض المصارير وبدر الدعران وعبد الله العبد الهادي. بيض الواجر واصبح في القمم عالي بالعزيمة تميز ما ظهر زايا فاز الأحمر وقال المجد من زالي والتحدي دخل صافي النية برق صار في كفي وغفالي من يعاند خسر مياه على مياه من يعاند خسر مياه على مياه فاز الأحمر ونال البرق الغالي حقق الفوز والفرقة الشقردية بيض الواجر واصبح في القمم عالي بالعزيمة تميز ما ظهر زايا فاز الأحمر. والآن يتسلم كأس هذه البطولة، كأس معالي مدير الجامعة كلية العلوم والدراسة الإنسانية بالأفلاج والضمور. نبارك لكم هذا الفوز متمنيا لكم التوفيق الدائم. والآن يتسلم عميد عمادة شؤون الطلاب. والآن يتسلم عميد عمادة شؤون الطلاب. والآن يتسلم عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور مصر بن كبيري درعا تذكاريا لمعالي مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن محمد العاصمي. الآن أحسن حارس لمحمد حمد العمار لكلية العلوم الإنسانية بالأفلاج. فاز الأحمر وقال المجد من زالي والتحدي دخل صافي النية برق صار في كفي وغفالي من يعاند خسر. وأحسن لاعب عبد الله من خالد جميل من كلية العلوم الإنسانية بالخارج. فاز الأحمر ونال البرق الغالي حقق الفوز والفرقة الشقردية بيض الواجر واصبح في القمم عالي
بالعزيمة تميز ما ظلت. أما الفريق المثالي ففريق العلوم الطبية التطبيقية بالخارج. والتحدي دخل صافي النية برق صار في كفي وغفالي، من يعاند خسر مياه عالمية، من يعاند خسر مياه. والآن اسمحوا لي بتقديم درع تكريم لإدارة نادي التوباد يتسلمها نيابة عنهم الأستاذ إبراهيم البحيري البحري. حقق الفوز والفرقة الشقردية، بيض الوجه واصبح في القمم عالي، بالعزيمة تميز ما ظهر زيه، فاز الأحمر وقال المجد من زالي، والتحدي دخل صافي النية. كما يتسلم درع التكريم لإدارة نادي الشعلة يتسلم نيابة عنهم الأستاذ فهد الطفين نادي رئيس نادي الشعلة. حقق الفوز والفرقة الشقردية، بيض الوجه واصبح في القمم عالي، بالعزيمة تميز ما ظهر زيه، فاز الأحمر وقال المجد من زالي. كما يتسلم الآن درع تكريم الأستاذ شايع العمار يتسلم نيابة عنهم الأستاذ إبراهيم البحيري. كما يتسلم الآن درع تكريم الأستاذ محمد بن عزيز الجوير. الشقردية بيض الوجه واصبح في القمم عالي، بالعزيمة تميز ما ظهر زيه، فاز الأحمر وقال المجد من زالي، والتحدي دخل صافي النية، برق صار في كفي وغفالي، من يعاند خسر مياه عالمية، من يعاند خسر مياه عالمية. وها هي لحظات الفرح ترسم أحلى الدروب في سماء إبداعات الطلاب، تختال روعة في نهاية كأس معالي مدير الجامعة لكرة القدم لعام 1432-1433. وفي الختام لا نقول وداعا بل نقول للقاء آخر مع نشاط آخر. أرحب بك معالي مدير جامعة سلمان بن عبد العزيز ونبارك لكم نجاح هذه البطولة مبدئيا. ما هي مشاعركم وما هي كلمتكم في هذه المناسبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا جدا سعيد الحقيقة بمشاركة أبنائنا الطلاب في مناسبة اختتام الأنشطة الرياضية، ومشاركتهم في هالمناسبة العزيزة جدا مهمة لتشجيع الطلاب و دعم هذه الأنشطة التي لها دور كبير في صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم وقدراتهم، وكذلك الحقيقة مشاركة فرحة هذه الفرق التي وصلت إلى النهاية. وفي ظن هذا الحقيقة واجب علينا أنا وزملائي من وكلاء وعمداء مشاركة أبنائنا الطلاب في المناسبة العزيزة، وأنا جدا حقيقة سعيد بتواجدي وسعيد الحقيقة بفرحة الطلاب وفرحة الجمهور، وكذلك السعادة تبدو على وجوه حتى زملائي من منسوبي إدارة الجامعة. كنت تتوقع فوز الأحمر؟ والله التوقعات صعبة، أنا ما كنت لأن لكن ربما الأخوان اللي يتابعون النشاط الرياضي كان عندهم مثل التوقعات، لكن أنا الجميع يعني نعتبرهم أبناءنا، وكله الحقيقة تنافس رياضي جدا شريف وتسوده الروح الرياضية، وأنا أيضا يعني مسرور جدا بالأخلاق العالية والروح الرياضية بالفعل التي تدل على أن إن شاء الله هؤلاء الطلاب إلى جانب إعدادهم العلمي والأكاديمي في برامجهم وتخصصاتهم هناك أيضا إعداد للكثير من القيم والكثير من السلوكيات التي إن شاء الله نرى لها أثر كبير اليوم على تعامل الطلاب وتنافسهم الشريف في الملعب الرياضي. شكرا يعني. معالي المدير، يعطيك العافية، شكرا وموفقين إن شاء الله في أمان الله، بارك الله فيك. أرحب بك دكتور صالح وأهلا بك ومرحبا في هذه البطولة ونبارك لكم نجاح هذه البطولة الرياضية. ما هي كلمتكم في هذه المناسبة؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نجاح هذه البطولة الثانية لكأس معالي مدير الجامعة. والحقيقة نشعر بأن هذه الفعالية ضمن الفعاليات التي نعول فيها كثيرا على أبنائنا وأخوان الطلاب في الجامعة. أبارك لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج على فوزهم بكأس البطولة، وأبارك للطلاب أبنائنا في السنة التحضيرية بالمركز الثاني، وأشكر الإخوة في عمادة شؤون الطلاب على هذه الجهود في تنظيم مثل هذه البطولات، وأدعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لمنتخب الجامعة إن شاء الله في لقاءاته المقبلة. شكرا لكم دكتور. شكرا لكم، حياكم الله. أهلا، أرحب بك دكتور مسفر الكبيري عميد عمادة شؤون الطلاب بجامعة سلمان بن عبد العزيز، ونبارك لكم نجاح هذه البطولة الرياضية. ما هي كلمتكم في هذه المناسبة؟ أولا نشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذا اليوم الذي نتوج فيه نجاح هذه البطولة التي ابتدأت يعني منذ قرابة الشهر، تنافست فيها جميع كليات الجامعة سواء في الخرج أو في محافظة وادي الدواسر أو السليل أو الأفلاج أو الحوطة، حتى وصلت إلى هذه المرحلة، مرحلة النهائي الذي كان اليوم بين كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج وكذلك السنة التحضيرية قسم العلوم الصحية. اليوم توجت بهذا المستوى، توجت بحضور معالي مدير الجامعة وسعادة وكلاء الجامعة والعمداء وهذا الجمع الغفير سواء من مسؤولي الجامعة أو من الطلاب أو من الجمهور، توجت كذلك بهذا المستوى المميز سواء في الجانب الفني أو في الجانب الأخلاقي عن طلابنا اللي يتعودون على هذا الشيء. هذه من الأمور التي أثلجت صدورنا. هذا النجاح الثاني لهذه البطولة بعد النجاح الأول. الجميع كلهم اليوم لله الحمد يعني رأوا التطور سواء في 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 مستوى الطلاب أو في التنظيم، هذه الأشياء كذلك يعني طموحنا أكثر من هذه الأشياء. وهذه البطولة تعتبر إعداد مبكر لمنتخب الجامعة الذي سيخوض أولى مبارياته بإذن الله إن شاء الله يوم السبت القادم 23/1، وستكون هذه المباراة القادمة مع جامعة اليمامة الأهلية ستكون أول مباراة على مستوى التعليم العالي تنقل على الهواء مباشرة في قناة التعليم العالي. فيعني هذه رهاصات بإذن الله لهذا النجاح الذي